المرشح الطبيعي الذي ندعمه في الانتخابات الرئاسية، ونعتبر أن المواصفات التي نأخذها بعين الاعتبار تنطبق عليه، هو الوزير سليمان فرج. ما إن أعلن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله دعمه لرئيس تيار المرد سليمان فرنجي لرئاسة الجمهورية حتى دخلت المعركة الرئاسية الجد. فأعلن فرنجي مرشحاً رسمياً للثنائي الشيعي، يعني أن اللعب صار على المكشوف. فهل أخرج الحزب فرنجي إلى العلن لإحراجه وإخراجه من المعركة؟ وهل سيتمسك بفرنجية في ظل غياب الغطاء المسيحي والتشدد العربي؟ وماذا عن موعد جلسة الانتخاب المقبلة؟ أجوبة هذه الأسئلة في هذا التقرير. أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأييده لفرنجية كمرشح للرئاسة، ليعلن بعده تماما حزب الله التأييد نفسه، متوجها لباسيل برسالة لن نخونك فلا تخوننا. أي وبطريقة أخرى ننتظر سير الوزير جبران باسيل بفرنجية في وجه المعارضة والأغلبية المسيحية لكي لا يخون الحزب. فهل سيتمسك الحزب بفرنجية وكرسي بعبدة في ظل غياب الغطاء المسيحي والتشدد العربي وعلى رأسه السعودية؟ كما أعلن دولة الرئيس نبيه بري، ما كان يحكى في الكواليس عن دعمه لترشيح سليمان بيك فرنجية، أعلنه السيد نصر الله من باب أن يكون التنافس واضح علني شفاف. فنحن أسياد قرارنا، لذلك عندما نعلن ترشيح أو دعم ترشيح فلان، لا أعتقد أننا نحن بحاجة إلى أن نأخذ إذن من أحد. استحقاق رئاسة الجمهورية هو ليس استحقاق مسيحي، بل هو استحقاق وطني، ويعني جميع القوى السياسية في البلد مسلمين ومسيحيين. فإذا كانت السعودية ترفض سليمان فرنجي، لماذا قدمت له دعوة وعملته بمعاملة الرؤساء وهذه الحفاوة الكبيرة في ذكرى اتفاق الطائف؟ هذه الدول أعلنت صراحة وأكثر من مرة أنه نحن لا ليس لنا أي تدخل في عملية الرئاسة، نحن نتعاطى مع لبنان على النهج السياسي الذي ينتهجه هذا الرئيس أو ذاك. على قاعدة قتلتني 3 مرات، ربما ستكون نتيجة هذا التبني بعدما قضى حزب الله أول مرة على حظوظ ترشيح فرنجي من خلال التمديد للرئيس السابق إيميل لحود، ليعود مرة ثانية ويقضي على أماله في الانتخابات الرئاسية الماضية لصالح ميشيل عون، واليوم يقضي على أحلامه بأن يحظى بأي تأييد خارجي لترشيحه. فهل أخرجه إلى العلن لإحراجه وبالتالي لإخراجه؟ إعلان اسم فرنجي هو وضع الأسماء على الطاولة للبدء بالمنافسة العلنية والصريحة، وإذا تعذر ذلك فلنبدأ بالحوار الواضح والصريح. نحن ندعم فلان وأنت بتدعم فلان وأنت بترشح فلان، فلنجلس على الطاولة ونناقش كل من خلفية مرشحي. ليش إذا أعلن حزب الله الاسم بصير مواجهة، وإذا أعلن غيره الاسم بصير صراحة وعلنية؟ معلومات سبوتشوت تؤكد أن الرئيس بري كان يسعى لدعوة الكتل النيابية في الأيام المقبلة لجلسة انتخاب رئيس، إلا أن تصريحات الكتل النيابية المسيحية وخاصة القوات اللبنانية بعدم تأمين النصاب لفرنجية جعل من بري يخلط الأوراق مجدداً تفادياً لجلسة مسرحية جديدة قبل شهر رمضان المبارك. ومع تمسك الثنائي بقاعدة الثلثين، كيف علق فادي أبو ديا على تصريحات القوات اللبنانية وإمكانية تأمين 65 صوت لفرنجية؟ الفكرة أنه أنت اليوم ما فيك تتهم حزب الله أنه كان معطل، لأنه كان عم بيمارس حقه. أما اليوم أنت تعتبر أنه تعطيلك هو حق، جيد، خليك بحقك لنشوف قديش يقدر الإنسان يضل مسابر على هذا العنوان. بنهاية المطاف لابد من الجلوس ولابد من الاتفاق. المشهد الرئاسي المحتدم أعلن بداية السباق الحقيقي نحو قصر بعبدة. وأنتم أيها المشاهدون، هل تعتقدون أننا أمام تسوية جديدة أم أمام مشهد أكثر تعقيدا؟ شاركونا تعليقاتكم.